الله الرحمن الرحيم. أزور نيابة عني وعن والدي ووالد والدي وعن إخواني وأخواتي وأصدقائي ومن سألني الزيارة، وبالنيابة عن مشتركي قناة اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي في العتبة الحسينية المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أيها العبد الصالح والولي الناصح، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها الطاهر الوفي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الرضي المرضي، السلام عليك أيها العالم الجليل والمهذب النبيل، السلام عليك أيها البدر الواضح والنجم اللائح، السلام عليك يا ابن السادة الأنجاب والحجج الميامين الأطياب، السلام عليك يا من أعطاه الله الدلائل الواضحات والكرامات الباهرات والمعجزات المشهورات، السلام عليك يا من عنده تستجاب الدعوات، السلام عليك يا من فضائله معروفة عند أهل القرى والأعراب، السلام عليك يا من مناقبه ملأت الآفاق، السلام عليك أيها المهاب عند أهل القرى والأطناب، السلام عليك أيها الحافظ للجيران والقامع عنهم شر العدوان والكاشف عنهم ملمات الأشجان والأحزان، السلام عليك يا من شرفه الله بالكرامات الباهرات ذات البيان والبراهين المدمرة للسارقين والحالفين بك باطلا وكذبا، عجل الله لهم بالانتقام، السلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي الهادي، السلام عليك يا ابن الإمام، السلام عليك يا أخ الإمام، السلام عليك يا عم الإمام الآخذ بالثأر المهدي صاحب الزمان، السلام عليك أيها الضامن للوافدين عليه والقاصدين إليه والزائرين له، يا مولاي أتيتك وافدا قاصدا زائرا، فاقضي حاجتي وأجرني، فأنا ضيفك وجارك، أنا قاصد إليك ووافد عليك، فلا تردني خائبا خاسرا، أنا ولي لمن والاك وعدو لمن عاداك، يا مولاي فاز وليك وظل مفارقك ونجا مصدقك وخاب وخسر مكذبك والمتخلف عنك، اشهد لي بهذه الشهادة عندك لأكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك ومحبتك واتباعك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.